يعطيكم العافية تاني مرة، وإن شاء الله هلأ رح نكمل بهذا الفيديو الـ Comparison Properties for Definite Integral اللي هي خصائص المقارنة للـ Definite Integral. في عنا ثلاث خصائص جدا 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 مهمة رح تساعدنا لكتير أمور حاليا خلال هذا السيكشن ولقدام كمان. أول خاصية بحكي لك التالي: If f الx أكبر أو بيساوي 0 on ab then التكامل من a لb f الx dx أكبر أو بيساوي 0. هلأ اللي بيهمني هون تفهموه كتير منيح انه اذا انا في عندي f الاكس اكبر او بتساوي 0 هاي ها. تمام، f الاكس اكبر او بتساوي 0 معناها انه هذا الاف لو ايش انت ما عوضت x جواته بتطلع القيمه تاعته موجبه. تمام، يعني مش مثلا والله بتعوض قيمه لx بتطلع موجبه وقيمه ثانيه مثلا بتطلع سالبه بحكي عنه انه هو اكبر او بيساوي 0. لا، هذا اكبر او بيساوي 0 نكتبها هيك for any x. تمام، مثل هالفانكشنز هاي هو عبارة عن x تربيع، مثلا x تربيع أكبر أو بيساوي صفر دائما مستحيل تلاقي ولا أي قيمة لهذا المقدار سالبة مهما ما عوضت ال x، صحيح؟ فبالتالي x تربيع أكبر أو بيساوي صفر هو أو x تربيع هو أحد الأمثلة يعني. هلا بما إنه x تربيع أكبر أو بيساوي صفر معناها التكامل ل x تربيع كمان حيكون طبعا dx أكبر أو بيساوي صفر لأي فترة من A ل B، لأي فترة إيش ما بدك بدك. تمام، هاي أول واحد. ثاني واحدة، مش بس f الاكس اكبر او بيساوي صفر، اذا كان f الاكس اكبر او بيساوي function معين. تمام، اذا f الاكس اكبر او بيساوي function معين سميناه g of x على هاي الفترة اللي هي من a ل b، فبرضه بيكون التكامل من a ل b ل f الاكس dx اكبر او بيساوي التكامل من a ل b ل g of x dx. كمثال لو اجينا اخذنا فرضا x قوة 4 و x تربيع، هلا على الفترة مثلا خلينا نحكي من 2 ل 4، في اكس قوة 4 اكبر او بيساوي اكس تربيع قطعا هذا الحكي. تمام، عشان يكون بس في عبرة من المساواة يعني كدقة خلينا نحط هاي واحد. تمام، اكس قوة 4 اكبر او بيساوي اكس تربيع على الفترة من 1 ل 4، هذا الحكي دائما صح. تمام، فبالتالي بيكون التكامل لاكس قوة 4 دي اكس أكبر أو بيساوي التكامل لـ x تربيع dx والفترة من 1 ل 4 والفترة من 1 ل 4 أو حدود التكامل. تمام التمام، شو نيجي بعد هيك؟ نيجي بعد هيك للخاصية الثالثة واللي بجوز هي الأهم. تمام، الثلاثة مهمين بس الثالثة لسه هي الأهم. إذا أنا f الـ x اللي كان عندي بقدر أحصر ما بين رقمين m capital و m small، يعني كمثال مش أكتر من هيك. تمام، كمثال إن هم كانوا مثلا زي m capital و ام سمول، فبالتالي ساعتها شو بنحكي؟ ساعتها بنحكي انه ام في بي ماينس اي اقل او بتساوي التكامل من اي ل بي ل اف الاكس دي اكس اقل او بتساوي ام كابيتال في التكامل في بي ماينس اي. تمام، يعني ثاني مره خلينا اوضحها شوي. هاي اذا كان اف الاكس محصور ما بين رقمين، تمام، يعني هاي هون كونستانت وكمان هذه هنا constant، هذول عبارة عن ثوابت. إذا هذا الحكي كان صح على فترة معينة إحنا بنسميها قاعدين AB، ففعليا اللي بصير إنه التكامل للM dx أقل أو بيساوي التكامل لF الx dx أقل أو بيساوي M capital أو سوري التكامل لM capital dx، طبعا كلياته على الفترة من A ل B، على الفترة من A ل B. هلأ احنا بنعرف انه اذا انا كان في عندي التكامل لكونستانت معين فساعتها بصير هذا عباره عن بي في بي ايه عفوا الكونستانت في بي ماينس اي، حكينا الكونستانت في حاصل طرح الحدود، فهذا اقل او بيساوي التكامل لاف الاكس دي اكس من اي لبي عادي، وهذا اقل او بيساوي ام اللي هي الكونستانت مضروبه في فرق الحدود بي ماينس اي. فمن هون اجت فكره انه كيف هي بهذا الشكل. اوكي يا جماعه، نيجي هلا لثاني مرة هدول الخصائص. f الاكس اكبر او بيساوي صفر على فترة معينة من a ل b معناها التكامل نفسه حيكون اكبر او بيساوي صفر. f الاكس اكبر او بيساوي g of x اللي هو اقتران ثاني على فترة معينة معناها انه التكامل اكبر او بيساوي التكامل. اذا هذا الفانكشن قدرت اني احصره ما بين رقمين واحد اكبر من كل قيمه وواحد اقل من كل قيمه معناها بقدر اني انفذ هاي الخاصية. طبعا هاي الخاصية انا هيك بكون عملت استيميشن لهذا الانتجرال، يعني هذا الانتجرال اللي هو هون يعني او هذا الفانكشن خلينا نحكي ممكن اكون مش قادر احسب له التكامل كقيمه بالضبط 100%،
لكن شو باجي بعمل؟ باجي بقدره، بقول لك أنا مثلا ما بقدر أحكم إذا هذا التكامل لهذا الفانكشن مثلا بيساوي 10، بس بوثق لك إنه هذا التكامل محصور ما بين ال 15 وال 8 مثلا، هاي القيمة تكون 15 وهاي القيمة تكون 8 مثلا، أو بقدر إني أكون ضامن إنه هاي التكامل ل f ال x دي x على فترة محددة من a ل b أقل أو بيساوي 9 فور شور، وكمان سوري أكبر بيساوي 9 وأقل أو بيساوي 11 فور شور، تمام؟ فهاي هي الشغلة، إنه بقدر إني أقدر هذا التكامل بدل من إني أحسب قيمته بشكل دقيق 100%. خلونا ناخذ أمثلة على هذا الحكي، وهذا الحكي جدا مهم إنه ناخذ عليه أمثلة بصراحة مش قليلة. تمام. يلا. لو أجينا حكينا يعني بكل أسئلتنا لحد الآن اللي راح ناخذها حاليا يعني اللي هي عبارة عن استيميت. تمام؟ نعمل استيميشن لواحد واحد من هالتكاملات. ناخذ أول واحد. اعمل لي استيميشن ل اي قوى ماينس اكس تربيع دي اكس على الفتره من 0 ل 1. كيف بدي احل هذا النوع من الاسئله؟ فعليا عشان احل انواع الاسئله اللي فيها استيميشن في عندي فعليا طريقتين. الطريقه الاولى بستخدمها لما انا يكون اللي عندي بس الاكس ظاهره فيه زي مره واحده، خلينا نحكي تمام، يعني مثلا اي قوى ماينس اكس تربيع 1 على 1 زائد اكس تربيع، مثلا لن الاكس، او مثلا لن الاكس زائد واحد، او اوتبر يعني، بس انه الاكس مش ظاهره فيها بالعاده اكثر من مره بتكون عاده. بهذا النوع من الاسئله احنا بنبني المتباين اللي انا عندي بناء الثلاث خاصيات هذول اللي اخذناهم قبل شوي. هذول فعليا عباره عن متباينات، تمام؟ هذول فعليا عباره عن متباينات. هذول المتباينات احنا بدنا نبنيهم بناء لما تكون انا عندي الاكس زي هذا المثال اي كو ماينس اكس تربيع. هاتوا خلونا نشوف كيف بدنا اعمل هذا الحكي. باجي بحكي بالبدايه انه هذول من 0 ل 1 هاي هي فعليا الفتره اللي انا عندي، ها هي من 0 ل 1 هذه هي الفتره اللي انا عندي، تمام؟ معنى انه هاي الفتره اللي انا عندي وهون انا في عندي دي اكس، معناها الاكس عم تاخذ القيم من 0 ل 1. ثاني مره، التكامل من 0 ل 1 ل اي كو ماينس اكس تربيع اللي هو بشكل عام اف اوف اكس دي اكس، معناها الاكس هي اللي عم تاخذ القيم ما بين الاي والبي، او زي هذا السؤال ما بين الزيرو وال1، فبالتالي بقدر احكي انه الاكس ما بين الزيرو وال1. انا بدي اوصل هلا من الاكس هاي لوين؟ لهون لايكو ماينس اكس تربيع تكون ما بين رقمين، سوري مش واحد، تكون ما بين رقمين بغض النظر ايش هم، حاليا نحط مثلا زي مربعات او مستطيلات، تمام؟ هلا كيف بدنا نوصل لهذا الحكي؟ باجي بحكي اذا انا عندي اكس ما بين الزيرو وال1، اذا الاكس تربيع الاكس تربيع برضه ما بين الزيرو والواحد لما اربع طرفين. اذا هلا وصلت للاكس تربيع، انا بديش اكس تربيع، بدي سالب اكس تربيع حاليا. سالب اكس تربيع معناها انه زيرو اكبر او بيساوي سالب اكس تربيع اكبر او بيساوي ماينس 1. نفس الطريقه انا لسه بديش سالب اكس تربيع، انا بدي ايكو ماينس اكس تربيع، يعني انا بدي اوصل لاف الاكس. فباجي بحكي ايكو ماينس اكس تربيع اكبر او بدها تساوي ايكو ماينس 1، وهون اقل او بدها تساوي ايكو وزيرو، تمام؟ نيجي نكتبها بس بطريقة أرتب شوي. إيكو ماينس إكس تربيع خلينا نحكي أقل أو بتساوي إيكو وزيرو اللي هو واحد، وأكبر أو بتساوي إيكو ماينس واحد، خليها زي ما هي إيكو ماينس واحد. فهلا اللي صار هي هون أي إي اللي هي أعني بذلك، قدرت أحصر إنه إف الإكس هذا، شايفين هذا هو عبارة عن إف الإكس، صار أقل أو بتساوي إم كابيتال اللي هي القيمة العظمى، وأكبر أو بتساوي ام سمول اللي هي عباره عن ايكو ماينس 1، تمام؟ بالضبط انا هذا اللي بدي اوصل له. نحكي هلا اذا باي بروبرتي 3، وهون يفضل تضيفوا كلمه كومباريزن، باي كومباريزن بروبرتي 3، او الافضل والافضل كمان بالاساينمنتس انه تكتبوا له نص كامل، انه اذا انا عندي اف الاكس ما بين ام كابيتال وام سمول، فهذا الحكي معناه انه التكامل لإيكو ماينس إكس تربيع دي إكس من 0 ل 1 أقل أو بتساوي 1 في 1 ماينس 0، هيك كانت إم كابيتال في بي ماينس إيه، وأكبر أو بتساوي إم سمول اللي هي إيكو ماينس 1 في 1 ماينس 0، تمام؟ فبالتالي هلا هي بتطلع معنا إنه إيكو ماينس 1 أقل أو بدها تساوي التكامل من 0 ل 1 لإيكو ماينس إكس تربيع دي إكس أقل أو بدها تساوي 1. انا
ما بقدر اني احسب قيمه التكامل هذا بالضبط، تمام؟ ما بقدر احسب قيمه التكامل من 0 ل 1 لايكو ماينس اكس تربيع بالضبط، ولكن انا اللي صرت واثق منه انه قيمه هذا التكامل خلال الفتره من 0 ل 1 هي اقل او بتساوي 1، وبنفس الوقت اكبر او بتساوي ايكو ماينس 1. طبعا هاي ايكو ماينس 1 معناها 1 على اي، ايكو ماينس 1 للتذكير معناها 1 على اي. هذا الحكي برضه من كالكولس 1. اوكي يا جماعه، هاي اول سؤال عندنا. طبعا خلينا بس احكي شوي عن هذا السؤال، او يعني بشكل عام عن المتباينات. المتباينات انا اللي عندي زي قبل شوي مثلا 0 ما بين الاكس الواحد كانت، لما اطبق عليها تمام when I apply a decreasing function on it ساعتها بغير الاشارات، تمام؟ لما انا اطبقها اقتران متناقص عليها بغير الاشارات. هلا زي مثلا لما نضرب بسالب واحد، لما انا اضرب بسالب واحد زي كان عم بقول لك طبق لي هذا الاقتران واي بتساوي سالب اكس. لما انا اعمل هذا الاقتران هيك فبصير ايش؟ عندي 0 اكبر او بتساوي ماينس اكس اكبر او بتساوي ماينس 1، تمام؟ وهذا الاقتران بطبيعته متناقص، كل ما عم بزيد الاكس كل ما عم بقل. نفس الطريقه لو انا مثلا هلا ايش اعمل؟ لو اجي اقلب المتباينه، يعني لو انا عندي مثلا 1 اقل او بيساوي اكس اقل او بيساوي 2، ساعتها 1 على اكس فرضا بصير اكبر او بيساوي نص واقل او بيساوي 1. ليش؟ لانه برضه الواحد على اكس اقتران متناقص، تمام؟ طبعا انا رسمت بس الجزء اللي بالربع الاول لانه احنا الفتره اللي عندي بالربع الاول 1 ل 2، تمام؟ فبالتالي لما انا اعمل ابلاينج لا decreasing function بعكس الاشارات، الاكبر بتصير اصغر والاصغر بتصير اكبر. هاي الملاحظه خلوها بس في بالكم. ناخذ هلا ثاني function نعمل له استيميشن. كل function الثاني هذا هو كالتالي. لو اجيت حكيت لك اعمل لي استيميشن للفانكشن 1 على 1 زائد اكس تربيع دي اكس from 0 to 2، نيجي بنحكي solution زي قبل شوي. انا هون عندي دي اكس وهون عندي من 0 ل 2، ونلاحظ ان الاكس ظهر عندنا مره واحده، فبنطبق طريقه البناء. اكس ما بين 2 والزيرو معناها، شوفوا هلا كيف انا بدي احاول احصل على هذا المقدار. مش منطق مثلا اروح احكي مثلا هاي هون على الهامش، اروح احكي مثلا اكس بلس 1 هيك اقل او مثلا بتساوي 3 واكبر او بتساوي 1. شوفوا لو باجي بعدها بدي اربعها 1 زائد اكس بتصير كلها تربيع، صح؟ فبالتالي الصح اني بالاول اربع بعدها اني ازيد 1 مثلا. يعني هاي كمثال انه انتم كيف ترتبوا الخطوات تاعتكم. فهلا اول شيء اكس تربيع بتصير ما بين الاربعه والزيرو. طبعا اكس تربيع عباره عن increasing function خلال هاي الفتره من 0 ل 2، فبالتالي بخلي الاشارات زي ما هم. بعديها مثلا بزيد 1، 1 زائد اكس تربيع بتصير اقل او بتساوي 5 واكبر او بتساوي 1، زدت 1 على جميع الاطراف. واخر شيء باجي بحكي 1 على 1 زائد اكس تربيع. هلا هون انا فعليا عم بطبق هذا الفانكشن 1 على اكس، هذا الفانكشن decreasing function، تمام؟ فبالتالي هذا بصير اكبر او بيساوي 1 على 5 واقل او بيساوي 1، تمام؟ ممتاز جدا. هلا نرتبها بس شوي صغيره، 1 على 1 زائد اكس تربيع عشان تكون زي ما متعودين، اقل او بدها تساوي 1، بنفس الوقت اكبر او بدها تساوي 1 على 5. نقدر هلا نحكي انه هذه هي ام سمول وهذه هي ام كابيتال وهذا هو اف اوف اكس. اذا باي كومباريزن بروبرتي رقم 3، طبعا انتم بنصحكم تكتبوا النص كامل زي ما حكيت، بستنتج انه 1 على 5 في الفرق بالحدود اللي هي 2 ناقص 0 اقل او بدها تساوي التكامل ل 1 على 1 زائد اكس تربيع دي اكس من 0 ل 2 واقل او بدها تساوي 1 في 2 ناقص 0. اي ما يعني هذا الحكي؟ انه 2 على 5 اقل او بدها تساوي التكامل ثاني مره من 0 ل 2 ل1 على 1 زائد اكس تربيع دي اكس واقل او بدها تساوي 2. برجع بقول انا هذا التكامل ما بقدر اعرف قديش قيمته بالضبط لحد الان يعني، لكن بقدر اضمن انه هو قيمته ما بين 2 وال2 على 5. طبعا هذا الحكي كلياته لما تكون الفتره من 0 ل2. اوكي يا جماعه، بتامل انه برضه تكونوا فاهمين معي لهون، وراح ناخذ كمان اكزامبلز. لو اجينا اخذنا هلا هذا الاكزامبل رقم 3، بدي تعمل استيميشن للتكامل من 0 ل2 لاكس تكعيب ناقص 3 اكس بلس 3 دي اكس. شوفوا هلا هذا
رح تختلف طريقة الحل تاعتنا شوي. لو بدي اجي احكي لك انه الاكس ما بين الزيرو والتنين زي ما احنا متعودين هلأ، مش رح يزبط معي. ليش؟ طيب بدي اعمل هاي الاكس اخليها سالب 3 اكس مثلا، هي حتصير صفر هون وهون سالب 8. طبعا عكست الاشارة لانه decreasing function لما اضرب بالسالب، واجي مثلا ازيد اكس تكعيب. طب هي زادت اكس تكعيب، وهون بده يصير عندي اكس تكعيب، وهون بده يصير عندي مثلا اكس تكعيب ناقص 8. طب هدول شو اعمل فيهم؟ هون ما بقدرش اني استفيد إيش. انا لما بدي احصر الاقتران بدي احصر ما بين قيمتين، ما بين رقمين، لحتى اقدر اطبق بروبرتي 3 عليه. فبالتالي هذه الطريقه اني ابني بناء ما رح تزبط. فشو بنجي بنعمل هون؟ طيب اللي بنجي بنعمله هون يا جماعه طريقه مختلفه شوي ولكنها سهله، واللي هي اني بقول انه هذا هو f of x، صح؟ هيو f of x بيساوي x تكعيب ناقص 3x بلس 3. طيب ايش هي الطريقه؟ طبعا هذا كله من 0 ل 2 قبل ما نكمل. هلا ايش هي الطريقه اللي انا بقدر احصر من خلالها فانكشن ما بين قيمه مستحيل يكون اكبر منها وقيمه مستحيل يكون اصغر منها؟ رجعكم شوي للمفاهيم رح تكون مرة عليكم بتفهمون عليها. يعني ايش هي القيمه اللي مش رح اقدر الاقي قيمه اكبر منها بالنسبه لاف الاكس؟ هي عباره عن الماكسيمم فاليو للاكس او الاف الاكس سوري. وايش هي القيمه اللي مستحيل اقدر الاقي اصغر منها بالنسبه لاف الاكس؟ هي عباره عن المينيمم فاليو بالنسبه لاف الاكس. ايوه هنا الماكسيمم والمينيمم بيرجعونا لوين؟ لكالكولاس 1. بدي اخذ هلا المشتقه لهذا الاقتران. المشتقه هي اللي بتزودني بهذا الحكي. وجد المشتقه هي عباره عن 3 اكس تربيع ناقص 3. اذا بساوي هاي المشتقه بالصفر ساعتها بقدر اوجد اللي هم الكريتيكال بوينتس، اذا بتتذكروا اللي هم عباره عن ايش؟ عباره عن النقاط الحرجه. الكريتيكال بوينتس هلا بحكي انه 3 اكس تربيع ناقص 3 بتساوي صفر، معنى هذا الحكي انه اكس تربيع بيساوي 1، ومعنى هذا الحكي انه اكس بتساوي يا 1 او اكس بتساوي سالب 1. تمام. هلا الاكس تساوي 1 اوكي رح اخذها، لكن الاكس بتساوي ماينس 1 هاي لا تنتمي للفتره اللي انا عندي من 0 ل 2، بالتالي هاي ريجكتد، هاي بهملها. تمام، هاي بدناش اياها. تمام، بصفي عندي الكريتيكال بوينت هي اكس تساوي 1. بالكم هيك وبس؟ اتوقع انه بتحكوا لي انت اياد غلطان. ليش؟ لان احنا نعرف انه الكريتيكال بوينتس النقاط الحرجه هاي تيجي عند شغلتين، يا اما انه المشتقه تكون بتساوي صفر، يا اما انه كمان حدود الفتره اللي هي زي هون الزيرو والتنين. فبالتالي الكريتيكال بوينتس اللي انا عندي فعليا هون هي عباره عن زيرو وتنين وواحد. تمام، النقاط اللي انا عندي هي عباره عن الزيرو والتنين والواحد. هلا بدي اوجد F الزيرو، بدي أوجد F الواحد، وبدي أوجد F التنين. هيك إحنا كنا نعمل بالكالكولس. تمام، عشان أقدر أوجد شو أكبر قيمة وشو أقل قيمة، هيني أوجدت أول إشي الكريتيكال بوينتس، بعدها بروح بعوض كل قيمة بالفانكشن اللي أنا عندي. للتذكير الفانكشن اللي إحنا عندنا كان X تكعيب ناقص 3X بلس 3. يلا لو نيجي نعوض الزيرو بطلع 3، لو نيجي نعوض الواحد 1 ناقص 3 زائد 3 بيطلع 1، لو نيجي نعوض الاثنين 8 ناقص 6 2 زائد 3 بتطلع 5، اذا انا ما غلطت بالحسابات. تمام، من هذول نستنتج انه الاكس تكعيب ناقص 3 اكس بلس 3 اقل او بيساوي او اكبر او بيساوي، هو اقل او بيساوي اكبر قيمه من هذول اللي هي الخمسه، واكبر او بيساوي اقل قيمه من هذول اللي هي الواحد. هاي صارت ام سمول، هاي صارت ام كابيتال. اذا by property 4 او الكمبرزن property 3 هي عباره عن ايش؟ انه واحد في الفرق بين الحدود من 2 ل 0 اقل او بيساوي التكامل من 0 ل 2 x تكعيب ناقص 3 x بلس 3 dx، واقل او بيساوي 5 في 2 ناقص 0. معنى هالكلام انه 2 اقل او بتساوي التكامل ل x تكعيب ناقص 3 x بلس 3 dx من 0 ل 2 واقل او بدها تساوي 10. وهذه هي الفكره من هذا السؤال. تمام التمام يا جماعه. هلا خلونا نروح ل لسؤال جديد ممكن، او قبلها خلونا اشوف اذا في اي شيء لساته هون.
تمام، خلونا نكمل. في عندنا كمان تقريبا سؤالين او ثلاثه على نفس النمط الى حد ما يعني، فخلونا نكملهم قبل ما اروح لسؤال ثاني. بعذر على هذا الفيديو، اكيد رح يكون طويل شوي، لكن يعني بدنا نتحمل بعض شوي لانه هذا فيها كثير اسئله مهمه. هلا السؤال خلوه شوي يكون بس verify that، يعني اثبت التالي، او prove that، اثبت التالي. اول شغله بدنا نثبتها انا وياكم انه التكامل من 0 ل 1 ل 1 بلس x سكويرد تحت الجذر dx اقل او بتساوي التكامل ل 1 زائد x كلها تحت الجذر dx من 0 ل 1. تمام التمام. للوهله الاولى، وهالوهله الاولى المره رح تزبط معنا المفروض، انه هذا السؤال كتير قريب على هاي الخاصية، إنه إذا f الـ x أكبر أو بتساوي g of x on AP، على كل الـ AP طبعاً، هي هيك on AP، إذن شو النتيجة؟ تكامل لـ f dx أكبر أو بيساوي التكامل لـ g dx من الـ A للـ B. هاتوا خلونا نجرب، هاتوا خلونا نحاول نعمل two functions، واحد منهم أكبر من الثاني أو واحد منهم أصغر من الثاني على فترة من A ل B ونشوف شو حيطلع معنا. هلا شوفوا هون دي اكس وهون من 0 ل 1، معنى هذا الحكي انه 0 اقل او بده يساوي اكس اقل او بده يساوي 1. على الفتره من 0 ل 1 بقدر اني استنتج شغله كثير مهمه، واللي هي انه اكس تربيع اقل او بيساوي اكس. وهذا الشيء يا جماعه معروف، لو انا عندي الاكس بتساوي نص اللي هي ما بين ال 0 وال 1، فاكس تربيع بتساوي ربع، فبالتالي الاكس تربيع بتكون اقل او بدها تساوي اكس. بشكل عام على الفترة من 0 ل 1 x تربيع دائما اقل او بدها تساوي x. ممتاز، جبنا خاصية ممتازة جدا جدا. شوفوا هلا هون عندي 1 زائد x تربيع، هون عندي 1 زائد x، فهي 1 زائد x تربيع حتكون اقل او بدها تساوي 1 زائد x، بس زدت 1 للطرفين. نكمل، في عندي هون جذر وهون في عندي جذر، صحيح؟ بالتالي جذر ال 1 زائد x تربيع اقل او بده يساوي جذر ال 1 زائد x. طبعا الجذر عبارة عن increasing function، فلما أطبقه أنا على هاي المتباينة ما بغير الإشارة. هلأ هذا يا جماعة الخير صار عبارة عن إذا بدكم f x، وهذا صار عبارة عن g of x. تمام؟ هيحكي لي حدا إن هي f x أكبر أو تساوي g of x، أبدا فيش فرق لو سميت هذا g h k إيش ما كانت تكون. فهلأ إذن by comparison property، هاي كانت الثانية، بقدر استنتج التالي، انه التكامل من 0 ل 1 لو ان بلس اكس سكويرد تحت الجذر دي اكس اقل او بده يساوي تكامل من 0 ل 1 1 بلس اكس تحت الجذر دي اكس. وهذه هي السؤال يا جماعه. ممتاز جدا. هلا نفس السؤال فيريفاي ذات، بدنا ناخذه بس على سؤال ثاني حيكون اصعب شوي صغيره. يلا هلا رقم 2 بدنا نثبت له، عشان نستغل بس الوسعه ناخذهم، بدنا نثبت له انه جذر الاثنين هيك، جذر الاثنين باي على 24 اقل او بدها تساوي التكامل للاقتران كوساين الاكس دي اكس على الفتره من باي على 6 لباي على 4 اقل او بدها تساوي جذر 3 باي على 24. هلا هذا السؤال التصرف معه سهل، بس في ترك كثير بسيط خلاله رح نعالجه يعني ان شاء الله. هلا هون برضه دي اكس وهاي هي القيم، فبالتالي كالعاده باي على 6 اقل او بدها تساوي اكس اقل او بدها تساوي باي على 4، صحيح؟ هلا اكيد كلكم عارفين شو الخطوه اللي بعديها. الخطوة اللي بعديها هي كالتالي، كوساين الاكس كوساين الباي على 4، وخلينا نحكي هنا كوساين الباي على 6. اللي بديش اياكم يا جماعة تستعجلوا فيه هو الإشارة، لأنه الإشي اللي بجوز يغيب عن ذهنكم عن ذهني إنه كوساين الاكس على الفترة من باي على 6 لباي على 4 عبارة عن decreasing function. ها كوساين الاكس على الفترة من باي على 6 لباي على 4 عبارة عن decreasing function، فبالتالي هذه لازم تكون بهذا الشكل.
طبعا للتوضيح بس بشكل جدا بسيط كالتالي، انه انا بكون في عندي هون هيك ونازله عند هون، تمام؟ بحيث ان انا عندي هون زيرو وانا عندي هلا هاي عباره عن الباي على 2، فبالتالي الباي على 6 والباي على 4 راح يكونوا جايات بهالشكل هذا، وهذا الفانكشن قطعا مبين انه هو عباره عن ديكريزنج فانكشن. فبالتالي يا جماعه بس تكونوا مركزين لما انتوا عم تاخذوا الفانكشنز او عم تعملوا ابلاينج لهاي الفانكشنز على الانيكواليتيز عفوا اللي انتوا عندكم، تمام؟ بس هذا هو كل التريك الموجود هون. هلا هذه صارت كوساين الباي على 6 زي ما احنا بنعرف جذر 3 على 2 اكبر او بتساوي كوساين الاكس اكبر او بتساوي كوساين الباي على 4 1 على جذر 2. هلا نقدر نحكي انه هاي صارت عباره عن ام سمول عباره عن ام كابيتال وهذا اف اوف اكس. اذا باي بروبرتي او كومباريزن بروبرتي 3 نقدر نستنتج التالي. هي هون التالي انه جذر 3 على 2 في فرق الحدود اللي هي باي على 4 ناقص باي على 6 اقل او بيساوي هيكون التكامل لكوساين الاكس دي اكس من باي على 6 لباي على 4 اقل او بيساوي 1 على جذر 2 باي على 4 ناقص باي على 6. طبعا اكيد انا هنا غلطه صغيره بس اللي هي الاشاره ثاني مره، هي هيك زي ما احنا شايفين هون اكبر هون اكبر، اذا هاي كمان اكبر وهي كمان اكبر، بدناش نغلط فيها. تمام يا جماعه هلا شويه كالكوليشنز بصير عندي كالتالي: باي على 4 ناقص باي على 6 اذا بدكم هون وحده المقامات اضرب هاي ب 6 وهاي ب 4، 6 باي ناقص 4 باي 2 باي على 24 يعني باي على 12 فعليا، صحيح؟ ولا انا غلطان شوي، 6 ضرب باي ناقص 4 باي 2 باي على 24 يعني باي فعليا حتصير على على 12. تمام نحكي هيك انه هي عباره عن جذر 3 على 2 ضرب باي على 12 بالضبط اكبر او بدها تساوي هذا المقدار اللي هون التكامل اكبر او بدها تساوي كمان 1 على جذر 2 وباي على 12. النتيجه النهائيه لهذا الحكي كلياته هي عبارة عن التالي. أوكي هي عبارة عن إيش؟ هنا هاي عبارة عن نكتبها بس هون إذا بدكم التكامل هيك لكوساين الإكس دي إكس من باي على 6 لباي على 4 حتكون أقل أو بدها تساوي هذا المقدار عبارة عن جذر 3 باي 12 ضرب 2 هي عبارة عن 24، تمام؟ هي عبارة عن 24، وهون عندكم اللي هي عبارة عن زي ما حكينا 6 باي ناقص 4 باي 2 باي على 24، فبالتالي برضه بالضبط هاي يعني هون إذا بدكم بس عشان تبين معكم أكتر هاي خلوها 2 شوي أنا عشان يكون المقدار اللي بالمقام نفس الإشي، هاي 2 وهاي فرضا خلوها عبارة عن 24 زي ما هي بدناش نعدل عليها، تمام؟ بس هاي هلا 2 اللي بالبسط مع جذر 2 في المقام بتروح، فبالتالي هاي بتصير جذر 2 باي على 24. هذا بس بحال انكم انتم حبيتوا تدخلوا المقام نفسه، او انه ايش انا بس داخل المقام نفسه لانه هو هيك معطيني اياها بالسؤال، فاهمين كيف؟ فبديش اياها تكون باي على 12 وادخلكم شوي، فخلص خليتها 2 باي على 24. الاثنين هذه بتروح مع جذر 2 بتصير بصف عندي بالبسط جذر 2 وال 24 بتضل زي ما هي. وهيك بنكون خلصنا حل هذا السؤال. اوكي يا جماعه ضايل عندنا شويه اكزامبلز. ثالث سؤال بالنسبه للفيريفاي او الفيريفيكيشن اللي هي التكامل من 1 لل 3 ل اكس قوى 4 بلس 1 تحت الجذر دي اكس اكبر او بيساوي 26 على 3. تمام يا جماعه هاتوا نشوف هلا هذا السؤال. هذا السؤال الاغلب راح يفكر فيه بانه انا بدي احصر او بدي احصر عفوا جذر الاكس تربيع عفوا الاكس قوى 4 بلس 1 ما بين رقمين، رقم كبير ورقم اصغر، صحيح؟ لكن المشكله هون
انه هو بس معطيني انه هذا اكبر او بيساوي مقدار معين، مش معطيني هو اصغر مثلا من قديش، هو بس ما حكي لي انه هو اكبر من 26 على 3. ممكن يكون استخدم احد المتباينات يعني بس جزء منها وخلاص، ممكن لا. وفعليا بهذا السؤال، لا، اللي فعليا حيصير بهذا السؤال انه طالما الاكس هاي، ها طالما الاكس هاي ما بين الواحد والثلاثة، فمعناها انه الاكس قوة 4 بلس 1 اكبر او بتساوي اكس قوة 4. يعني انا هلا عم بحاول اقارن تو فانكشنز، فرضا هذا اف اوف اكس وهذا جي اوف اكس، تمام؟ يعني هون بس بكتبها على السريع انه اف اوف اكس اكبر او بدها تساوي جي اوف اكس اون 1 و3 بهذا السؤال، يعني معناها التكامل لاف حيكون اكبر او يساوي التكامل لجي على نفس الفتره. هاي بشكل عام. فهذا الشيء اللي رح نحاول نعمله بهذا السؤال عشان تكونوا فاهمين عليه شو عم بعمل. اقتران اكبر من اقتران معناها التكامل له اكبر من التكامل للالكترون الثاني. فهلا اكس قوه 4 بلس 1 اكبر او تساوي اكس قوه 4 على الفتره من 1 ل 3، هذا الشيء قطعا صحيح. لكن شو اللي راح استفيده؟ اللي راح استفيده كالتالي، انه بتصير اكس قوه 4، سوري، اكس قوه 4 بلس 1 تحت الجذر هيك، وضح ال 4 بس، اكبر او تساوي جذر الاكس قوه 4. اها طيب، شو هو جذر الاكس قوه 4 هلا؟ تمام، شو هو جذر الاكس قوه 4 هلا؟ بشكل عام جذر الاكس قوه 4 هاد بقدر اكتبه بالشكل التالي: اكس تربيع كلها تربيع وتحت الجذر. ولكن الجذر لمقدار كلياته تربيعها، ثاني مره، الجذر لمقدار كلياته تربيع هو عباره عن القيمه المطلقه لهذا المقدار، يعني القيمه المطلقه للاكس تربيع. لكن الاكس تربيع اقتران دائما موجب، فبالتالي بكتفي انه احط اكس تربيع، تمام؟ لكن مثلا لو اجينا حكينا اكس قوه 6 تحت الجذر، هذا عباره عن اكس تكعيب كلها تربيع تحت الجذر، فهي عبارة عن القيمة المطلقة للإكس تكعيب. الإكس تكعيب مش دايما موجب، فبالتالي يصير في عنده شك إنه القيمة المطلقة للإكس تكعيب، الإكس تكعيب ممكن يكون موجب وممكن يكون سالب، فبالتالي هون بصير في عنده مشكلة صغيرة. بينما عند القيمة المطلقة للإكس تربيع، خلص هي إكس تربيع على طول، يعني ما فيش داعي إنه نخاف من القيمة المطلقة هلا هون. تمام يا جماعة. فاللي صار كالتالي، إنه طلع معاي، اللي طلع معاي إنه هذا الإلكترون X قوة 4 بلس 1 تحت الجذر أكبر أو بيساوي X تربيع. هيو الإشارة هون أكبر، أكبر أو بيساوي X تربيع، صحيح؟ إذن هلأ، إذن by comparison property 2 شو بقدر أحكي؟ بقدر أحكي إنه X قوة 4 بلس 1 تحت الجذر هاد مش هو أكبر من X تربيع. مش بس هيك، التكامل له حيكون أكبر من التكامل للX تربيع على الفترة اللي كانت عندي من 1 ل 3. لكن التكامل من 1 ل 3 الاكس تربيع، يعني رح نضطر حاليا انه نستخدم القواعد اللي احنا اوريدي بنعرفها، واللي هي عباره عن ثلث اكس تكعيب من 1 ل 3. وبالتالي لما انا احسب هذا المقدار بيطلع عباره عن 27 ناقص 1 على 3، اللي هو عباره عن 26 على 3. هلا عشان انا هون استخدمت التكامل للاكس تربيع، فاذا بدك خدها حاليا رول، يعني حاليا بس حاليا لهاللحظه خدوها رول إنه التكامل لـ X تربيع بيساوي X تكعيب على 3 من A لـ B إذا بدك، فهون بتعوض من A لـ B. هذه بس حالياً، لأن إحنا لسه مش ماخدين القواعد. فبطلع 26 على 3، وبالتالي التكامل لـ X قوة 4 بلس 1 تحت الجذر من 1 لـ 3 أكيد حيكون أكبر أو بيساوي 26 على 3. ممتاز. ممكن تسألون إياد كيف يعني بده يخطر لنا إنه والله نعمل هاي الفكرة؟ وهنا يا جماعة هاي المشكلة، إنه مش كل إشي دائما مخطر لنا على طول، بدنا نحاول مرة ومرتين ومرات ثلاثة بالسؤال زي هاي الأسئلة بالذات لحتى نشوف إيش هو أنسب حل أو أنسب طريقة أبلش فيها بالسؤال لحتى أوصل فيها للنتيجة اللي بده إياها السؤال. تمام؟ تمام. في عندنا هلأ كمان سؤال ضايلنا بعد، زي طولت عليكم هذا الفيديو لكن جدا الأسئلة مهمة. السؤال اللي جاي عندنا: estimate the integral by what? By interpreting it in terms of areas. تمام؟ هذا هو السؤال اللي عندنا. بده ياني اعمل estimation للانتجرال، تمام؟ بدنا نقدر برضه الانتجرال، لكن بواسطة اني اترجم او اعبر عن هذا الانتجرال من خلال area. تمام؟ من خلال مساحة هالمرة. طيب مثل ايش يا ترى هاي الاكزامبلز؟
أول سؤال هو كالتالي: التكامل من سالب 3 للصفر لواحد بلس 9 ماينس إكس تربيع تحت الجذر، وهنا دي إكس. هي أول واحد. هلأ هذا مثلاً أنا ما بعرف أكامله لحد الآن، لا بعرف أكامل الواحد ولا بعرف أكامل جذر 9 ماينس إكس تربيع، يعني لحد الآن. ولكن أنا تعلمت شغلة كتير مهمة، وهي إنه إذا أنا عندي إف الإكس هذا أكبر أو بيساوي زيرو، ديروا بالكم، إذا إف الإكس أكبر أو بيساوي زيرو on AP على هاي الفترة معينة، then شو اللي بصير؟ تكامل الإف الإكس دي إكس من A ل B شو بيساوي؟ الأريا under the graph، يعني رسمة الإلكترون إف الإكس، تمام؟ between إذا بدكم اللي هي الـ A and الـ B، أو X equal A يعني and X equal B بهالشكل. طيب ممتاز، هاي أول قاعدة راح أستخدمها أو هذا المفهوم الأساسي بهذا السؤال، إنه التكامل فعليا هو عبارة عن المساحة المحصورة تحت منحنى الفانكشن اللي أنا عندي خلال الفترة اللي أنا عندي. هلأ إحنا بنعرف كمان شغلة، إنه التكامل بتوزع على الجمع والطرح، صح؟ بالتالي بقدر أكتب هذا التكامل بهالطريقة: من سالب 3 للصفر لواحد دي إكس بلس التكامل من سالب 3 للصفر لتسعة ناقص إكس تربيع تحت الجذر دي إكس. ممتاز، شو اللي وصلت له هلأ؟ اللي وصلت له هلأ قاعدة لكل واحد هذا الإف وهذا جذر 9 ناقص إكس تربيع. خلينا نعمل هيك بس بناتهم. هلأ هون إف الإكس بيساوي واحد on سالب 3 وصفر، هذه الانترفل اللي أنا عندي. لو أجي أرسمها هي هيك، فبالتالي بيكون أنا عندي بهالشكل، نبلش من عند الزيرو. هلأ طبعاً F الإكس هو واحد معروف، عبارة عن خط بوازي محور السينات، فهو حيكون بهالمنطقة هاي. لو فرضاً اعتبرنا إنه هذه هي، أوكي سوري خرجت، لو فرضاً اعتبرنا إنه هاي هي سالب 3، فبالتالي بتكون المساحة اللي أنا عندي أو المنطقة اللي أنا عندي هي هاي، هاي الصفر وهي f x تساوي واحد، وهي كمان اللي هي f هي x تساوي 3. هلا شو مساحة هذه المنطقة؟ هذا عبارة عن مستطيل، المساحة بتساوي عبارة عن الطول في العرض، يعني هاي إذا بدك تسميها a1، تمام؟ هلا a1 بتساوي area of the rectangle. والاريا اوف ذا ريكتانجل بتساوي الطول اللي هو عباره هون عن واحد في العرض. العرض يا شباب اكيد مش راح يكون سالب 3، العرض دائما عباره عن رقم موجب فبنحطه بس 3، فبالتالي الاريا بتطلع عباره عن 3 بالنسبه لهذا الالكترون اللي هو التكامل من سالب 3 للصفر للواحد. طيب نجي على التكامل من سالب 3 للصفر لجذر 9 ناقص اكس تربيع. خلينا ناخذ انه هلا اف الاكس هون اللي هي نفسها عبارة عن y، صح؟ دائما f x عبارة عن y، هي نفسها عبارة عن 9 ناقص x تربيع تحت الجذر. هلأ هذا المقدار لو ربعت أنا الطرفين شو بصير؟ y تربيع بيساوي 9 ناقص x تربيع، وهذا المقدار هو عبارة عن y تربيع plus x تربيع بيساوي 9. هاي عبارة عن إيش؟ circle، طبعا هاي equation of the circle of radius بيساوي 3 and center عبارة عن الزيرو زيرو، تمام؟ عبارة عن radius يساوي 3 والسنتر عبارة عن الزيرو زيرو. طيب هاتوا نرسمها هون. فرضا انه انا عندي الدائرة بهذا الشكل، هاي الثلاثة، هاي السالب 3 وهاي 3 وهاي السالب 3. باجي بتطلع الحدود من وين لوين؟ من سالب 3 للصفر، يعني بس بهاي المنطقة، هاي سالب 3 للصفر. فعليا المساحة اللي انا عندي حتكون بس هاي اللي هو عبارة عن الربع الموجود في الربع الثاني، يعني ربع الدائرة اللي موجود في الربع الثاني من المستوى الديكارتي، تمام؟ ليش؟ لأن الحدود اللي أنا عندي بس من عند السالب 3 لعند الصفر، فبالتالي حتكون هاي. فبالتالي المساحة لا هاي المنطقة هي، أو يعني مساحة هاي المنطقة هي عبارة عن إيش؟ عبارة عن ربع مساحة الدائرة ككل. طب إيش مساحة الدائرة؟ هي عبارة عن نون قاف تربيع باي، أو اللي هي عبارة عن الريدس تربيع مضروب في باي. الريدس تربيع هو عبارة عن 9 مضروب في باي، ولكن هاي احنا ماخذين بس ربع المساحة فبقسم على 4. فلو سمينا هلا هاي عبارة عن A2
فبالتالي بصفي معاي التكامل من سالب 3 للصفر لواحد بلس 9 ناقص x تربيع تحت الجذر كلياتها dx بيساوي a1 بلس a2 such that a1 بتساوي area of rectangle زي ما حكينا rectangle سوري هيك اللي هي بتساوي زي ما حكينا 1 في 3 لأنه العرض دائما موجب وهي بتساوي 3 و a2 يا جماعة الخير بتساوي اللي هي عبارة عن الربع لل area of the circle واللي احنا رسمناها قبل شوي صح؟ وهي بتساوي ربع ضرب السيركل كان الريديس تاعها 3 فبالتالي 3 تربيع بتصير ضرب باي وهذا تساوي اللي هي 9 باي على 4. أما بالنسبة للتكامل هو عبارة عن سالب 3 إلى الصفر 1 زائد 9 ناقص إكس تربيع تحت الجذر دي إكس تساوي زي ما حاكيين مجموع المساحتين فهي عبارة عن 3 بلس 9 باي على 4 ولعند هون الجواب بيكون كافي. وإذا بدكم توحدوا المقامات وهيك برضه بصير. هذا هو أول سؤال عملنا له استيميشن، عملنا استيميشن للإنتجرال يعني بس إيش؟ بواسطة إن إحنا رسمنا تمام؟ بواسطة إن إحنا رسمنا. السؤال الثاني الشبيه بهذا السؤال هو عبارة عن التالي، هي رقم 2 التكامل من سالب 1 ل 2 للقيمة المطلقة للإكس دي إكس تمام. هلأ لو إجينا هون شوي بس وإجينا هلأ بدنا نرسم فرضاً القيمة المطلقة للإكس، كيف هي رسمة القيمة المطلقة للإكس؟ هلأ القيمة المطلقة للإكس زي ما إحنا كلياتنا بنعرف هي عبارة عن زي خطين طالعين من وين؟ من نقطة الأصل صحيح؟ هذا هو الخط الأول وكمان هذا هو الخط الثاني تقريبا بهالشكل بيكون فيها سيمتريك كمان اكيد. هلا لو اعتبرنا احنا انه هاي عباره عن سالب واحد وهاي واحد وهاي اثنين بالتالي هاي سالب واحد وهاي اثنين. طبعا ليش انا بالسالب واحد واثنين؟ لان هذول هم الحدود تاعون الفتره الحدود عفوا تاعون التكامل تمام. فبالتالي بيكون هذا التكامل عباره عن هاي المساحه الصغيره زائد هاي المساحة شوي أكبر. فالتكامل بقدر إني أقسمه لهاي A1 وهذه A2. هذا بتساوي A1 بلس A2. طيب هلا A1 هي عبارة عن إيش؟ A1 هي عبارة عن مساحة المثلث هذا. مساحة المثلث هي عبارة عن نص في القاعدة. القاعدة عبارة عن واحد وليس سالب واحد لأن إحنا عم نتعامل مع طول فبالتالي بيكون أكيد موجب. في إيش؟ في الارتفاع. طبعا هلا هنا صورة الواحد كمان هي عبارة عن واحد فهي زائد واحد زائد A2 برضه عبارة عن مثلث هيو هذا هو المثلث اللي أنا عندي فتاني مرة نص في القاعدة اللي هي عبارة عن اثنين في الارتفاع اللي هو كمان عبارة عن اثنين اللي هو صورة الاثنين يعني فهلا هاي الصفات عبارة عن واحد ضرب واحد واحد على اثنين فبالتالي هي عبارة عن نص زائد اثنين ضرب اثنين أربعة على اثنين عبارة عن اثنين فبالتالي هاي كلها بتصفي خمسة على اثنين تمام؟ كلها بتصفي 5 على 2 وهذه هي بتكون المساحة وقيمة التكامل. آخر سؤال عندي لهذا السكشن هو كالتالي بحكي لك السؤال بهالشكل خلينا بس نمسح هدول على السريع ونرجع سوري. السؤال بحكي لك express the limit okay sorry as a definite integral تمام بدنا نعمل express للليمت كديفينيت انتجرال يعني هو معطيني ليمت وهي الليمت انا بدي اعبر عنها كديفينيت انتجرال واللي هي كالتالي الليمت للسميشن لاي قوة 4 على n قوة 5 from i equal 1 to infinity to n sorry والn approaches المالانهاية. هلأ شوفوا كيف احنا بنعرف recall يعني recall استرجع وتذكر recall that انه التكامل من a ل b ل f of x
دي اكس شو بيساوي؟ الليمت للسمشن لاف اكس اي دلتا اكس، تمام؟ اف اكس اي دلتا اكس. هلا اللي بدي اذكركم فيه هو كالتالي، الليمت للسمشن خلوا دلتا اكس زي ما هي، لكن اف اكس اي بدي اذكرك انه اكس الاي هي عباره عن اي بلس اي دلتا اكس، وهي الفكره حلينا عنها من قبل، انه بهذا السمشن او بهاي الليمت للسمشن دلتا اكس المفروض تظهر عندي مرتين، تمام؟ لحتى اقدر اعرف الانترفال اللي هي اي بي، ولحتى اقدر اعرف شو هو الفانكشن اللي انا عندي، لازم بالبدايه احدد دلتا اكس. هي اسهل شيء احدده لانه هي بتظهر مرتين خلال هذا السمشن والليمت، من ثم بحدد الاي والبي واحدد الفانكشن، تمام؟ فاذا حتى احل هلا هذا السؤال، لازم بالبدايه احدد الفتره اللي هي اي بي، وكمان احدد الفانكشن اللي انا عندي اف الاكس، وبالاخر هذول المعلومتين بستخدمهم لحتى اكتب التكامل بهاي الطريقه، تمام؟ هاتوا هلا نشوف كيف بدنا نعمل هذا الحكي. معطيني الليمت للسمشن لاي قوه 4 على ان قوه 5. لحظه هلا هنا كيف التريك اللي بدنا نعمله؟ نساوي الليمت للسمشن، هلا هاي بقدر اكتبها 1 على ان ضرب اي قوه 4 على ان قوه 4، صح؟ ما تغيرش اي شيء، 1 ضرب اي قوه 4 اي قوه 4، وان ضرب ان قوه 4 ان قوه 5. طيب ولكن هاي كمان بتساوي الليمت للسمشن لواحد على ان ضرب 1 على ان في اي، برضه ما غيرتش شيء لساتني، 1 على ان في اي هي نفسها اي على ان، وكلياتها قوه 4. هلا هذا نفس المقدار بالضبط، اي على ان قوه 4 هي عباره عن اي قوه 4 على ان قوه 4، لكن اللي تغير انه 1 على ان ظهرت مرتين، فهلا بقدر استنتج انه دلتا اكس بتساوي 1 على ان، واللي بدورها بتساوي بي ماينس اي على ان، تمام؟ واللي هي بدورها بتساوي بي ماينس اي على ان. حكينا طبعا هذا الحكي معناه بزياده، بس قبل ما نحكي 1 بتساوي بي ماينس اي، صحيح؟ 1 بتساوي بي ماينس اي. حكينا انه احنا دائما بنقدر نفرض انه هاي الاي بدها تساوي صفر، وبناء عليها اكمل الحل. لو حطينا الاي بدها تساوي صفر شو يعني؟ then 1 بدها تساوي بي ناقص صفر، يعني البي بدها تساوي 1. فبالتالي هي صارت عندي معلومتين جاهزات، الاي صفر والبي 1، اذا الانترفال اللي انا عندي هي من 0 ل 1. بضل علي اوجد ايش هو الفانكشن. حتى اوجد شو هو الفانكشن بدنا نستفيد من هاي، من اف ال a بلس اي دلتا اكس، تمام؟ بدنا نستفيد من اف ال a بلس اي دلتا اكس ونقارنها مع هذا المقدار. خلوني امسح كل شيء عملته وارد احكي من البدايه. السمشن، او هون في عندي الليمت للسمشن، حكينا بالاخر انه 1 على ان، وهي 1 على ان في اي، وهي كلها قوه 4. هلا انا بدي اقارنها، هيدا اعمل هيك خط بيناتهم واقارن الليمت للسمشن دلتا اكس، وهي هون اف اوف اكس اي، تمام؟ هلا او هون خليها مش اف اوف اكس اي، عشان زي ما كتبناها قبل شوي اف اوف اي بلس اي دلتا اكس، تمام؟ هلا هذا يا جماعه زي ما لاحظتوا انا بدلت اف اكس اي بهذا المقدار، فاذا هذا هو اكس اي. هلا اكس اي بتساوي اي بلس اي دلتا اكس، صحيح؟ ولكن الـ A صرت بعرفها اللي هي 0 بلس I، ودلتا X كمان صرت بعرفها اللي هي 1 على N. فـ XI هي عبارة عن I على N، صحيح؟ هذه هي XI. فإذا ها شوفوا كيف، هاي دلتا X اللي جوا، ها هاي اللي جوا XI، وهاي دلتا X جاهزة زي هاي، وهاي اللي جوا XI. شو بستنتج؟ إذا I على N كلها قوة 4 بتساوي F of XI. هلا بسال ايش هو الفانكشن اللي اذا انا عوضت جواته اكس اي، طبعا اكس اي هي نفسها عباره عن اف لاي على ان، صحيح؟ لانه هذه هي هي اكس اي، وهي هذه اي على ان، فبالتالي اف اكس اي هي عباره عن اف اي على ان. بالمقارنه من الـ من الـ من اللي فوق بستنتج انه اف الاكس اي هو عباره عن اي على ان كلها قوه 4. طيب بسال حالي ايش هو الفانكشن اللي اذا انا عوضت فياته اي على ان بعطيني اي على ان كلها قوه 4؟ اكيد رح تكونوا كلكم عارفين انه هذا الفانكشن هو عباره عن اكس قوه 4، لو عوض جواته اي على ان بعطيني اي على ان كلها قوه 4. اذا صار هذا هو الفانكشن على الانترفال من 0 ل 1. لعند هون فعليا انا بكون صرت محدد الفانكشن والهذا والانترفال، فبالتالي خلصت الحل. لكن عشان اعمل اكسبريشن لا الليمت هاي كديفينت انتجرال، فبالتالي بس بلزم علي اني اخر ايش اكتب؟ اذا السمشن، او مش السمشن سوري، الليمت للسمشن لا اي
قوة 4 على n قوة 5 from i equal 1 to n as n approaches ما لا نهاية بيساوي الديفينيت انتجرال اللي هو من 0 ل 1 ل x قوة 4 dx. وهيك بنكون خلصنا حل السؤال، وهيك بنكون كمان عملنا end of section 5.2، خلصنا هذا السكشن. بتمنى انه كان السكشن واضح، وبتمنى انه هذا الفيديو كان مفيد رغم انه كان طويل اكيد. وكالعادة اي سؤال عندكم بامكانكم انتم تتواصلوا معي او اي حدا من الزملاء التانيين على اي حساب من حساباتنا. يعطيكم الف عافية، وجميعا الله يوفقكم.